مساء الخير حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد، واليوم راح اصور لكم اقرب سوق ليلي للمنطقة العربية بعد توقف الامطار. طبعا انا جيت نيتي اصور قبل ساعة، لكن انتظرت بعد ما توقف المطر، ولاحظ الاجواء وراي. طبعا الشوارع كلها مبللة لان هاي فترة موسم امطار عندنا. اتمنى لكم مساء جميل، واعذرونا من التأخير بسبب الانشغال. تحياتنا، ونبدأ بسوق الليلي، سوق راماناي اللي قريب على سنترال راماناي وقريب على حي العرب، يعني يبعد عن حي العرب مو اكثر من 12 دقيقة. تحياتنا اخواني. طبعا هذا يطلع على اسوك، لاحظوا هذا الشارع، هذا يطلع على اسوك. عندك هنا نفتر على الجهة اليمين، هذا سنترال راماناي اللي قدام سنترال راماناي، والسوق راح يكون هذا هنا قدامنا. نتمشى على السوق، وان شاء الله بعد ما ترجع تمطر مرة ثانية. هاي البسطات الحلوة الجميلة هنا. حياتنا اخوانا. طبعا هذا مدخل السوق من الشارع الرئيسي، هذا مدخل السوق، بمدخل من الجهة اليمين والجهة اليسار، وبمدخل من جهة سنترال راماناي. هاي عندك مطاعم، هاي خيمة، وهاي اثار المطر. طبعا اثار المي بعد الى حد الان دي كنسون بيها. شوفوا لاحظوا ازقه السوق، سوق جميل متنوع، كل شيء موجود به، سي فود نمبر 1 موجود به هنا. صاير بين بنايات مرتفعة في راماناي، مدخل رشدة بيست، يعني المنطقة قريبة على حي العرب، مو بعيدة، يعني أقرب سوق ليلي على حي العرب. طبعا هم رجعت تمطر وشلون شغله اليوم ويا المطر، مباغته ويا المطر راح نصور. شو نسوي؟ هاي يبيع الزلط، صار طبيعية. أمطار مستمرة، يعني عودت علينا الأمطار مرة ثانية. لاحظوا زحمة المطاعم. لاحظوا المكان. شوف لبسوا كياسهم، يعني صراحة عودة المطر. Thank you.
هذا اخوان مدخل ثاني، هذا يوديك على اليمنى، مشي دقيقه واحده على سنترال رامناي. هو هذا الباركينج مال سنترال رامناي، وهذا سنترال رامناي. لكن مشكلتنا وهي الامطار اليوم، لاحظوا ما اعرف، اعتقد الاجواء انه اكو ناس تحب هاي الاجواء في التصوير اثناء المطر، حتى مسوين ساحبه من كثره المي. لاحظ جايبين ماطور يخرج المي من المنهولات، لان الامطار صراحه في تايلاند هنا ما تلحق عليها مجاري، مجاريهم قويه لكن امطار غزيره، يعني تحتاج لها نص ساعه السوق حتى تمشي المجاري، تمشي غزارة الامطار. لكن هم يقول لك احنا ليش نوقف نص ساعه، هو شغلنا بس بالليل، فيقومون يخرجوا للنهار. يا حبايب قلبي لاحظ المكان، البنايات من حول المكان. يا حبايب قلبي طبعا الامطار ما شاء الله موسميه، فابقوا انا جولتنا مستمره في هذا السوق الجميل، وانتو اجمل يا حبايب قلبي. تحياتي. شوف هاي الكشكات تخبل، جيب تيك توك بس قول له راماناي، يعني العفو ناي ماركت راماناي، السوق الليلي في راماناي قريب جدا، او تاكسي ما تكلفك 70 او 80 باك. لاحظ توافد الناس، ابو التيك توك هذا السوق ومنظره. من برا توقفت الامطار طبعا حاليا، مستمره الجوله حبايب قلبي. مطاعم السي فود موجودة هنا بكثرة. السوق رامناي. لاحظوا هذا الروبيان المستنطح كبير جدا، السمك هذا المشوي، هذول الصينيين يحشون باللغة الصينية. Yeah.
حياتنا اخواني، جولتنا مستمره في هذا المكان الجميل صراحه، والسوق الجميل اللي حبه كريز هذا السوق. فابقوا ويانا ان شاء الله نغطيكم هذا السوق باكمله. شوف الناس بعد توقف المطر طلعوا، كانوا قاتلين ومرتفين بعد توقف المطر. طبعا دولة كانوا بالسنترال، فمن توقف المطر اجوا يجون يريدون يشوفون هالاماكن الحلوة وياكلون هالسي فود الجميل في هذا السوق. بسي فود كلش حلو. مرتب هذا، حتى حلاق موجود هنا. حبايبنا جمال المكان. هاي قسم ملابس. هاي بين ايديك يا رايلي. تحياتنا اخواني، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله جولاتنا تعجبكم، وننصحكم بزيارة هذا السوق. موقع راح يكون في صندوق الوصف. ادعمونا باللايك، اللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس، وان شاء الله يشوف القادم افضل. تحياتنا. السلام عليكم.